السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة وفقه الصيام في ثاني أيام رمضان المبارك، الذي نسأل الله أن يكون هذا العام مختلف عما سبقه من حيث رفع البلاء والوباء والغلاء، وأن يكشف الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركات الغمة عن هذه الأمة، ويرفع عنا كل الأخطار والسوء وشر الأشرار. مشاهدينا الكرام، يوم أمس كانت حلقتنا أيضا تناولنا فيها كيف يمكن للإنسان أن يستعد لاستقبال شهر رمضان في مثل هذه الظروف اللي نعيشها احنا في بلد مثل بلدنا، يعاني فيه كثير من المشاكل في حياتنا الاجتماعية، وخاصة على مستوى البطالة، وجزء من المطالبات التي يريدها أبناء الشعب، وكذلك هنالك حياة ربما قد تكون عسيرة على بعض العائلات، ربما تحاول أن تخرج من هذه الضيقة التي تعيش هذه الأسر بقدر ما يمكن استغلال واغتنام الفرص في طاعة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركة. اليوم موضوعنا ربما راح يكون يعني مقارب إلى حياتنا اليومية احنا في كطبيعة الإنسان، كطبيعة البشر. هناك خصلة مهمة في حياة الإنسان، وهي الإخلاص في النوايا. حينما يكون الإنسان مخلص في نيته أمام الله سبحانه وتعالى، ثانيا أمام نفسه وصادق مع نفسه ومع الآخرين، سيدخل حبل النجاة وينجو بنفسه أولا، وينجو حتى المجتمع الذي يعيش فيه والذي يعمل على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. حينما يكون الإنسان مصرا على أن يخلص في نيته، ويكون صادقا في عمله، ويكون أيضا يحمل تلك الخصال الطيبة من الأخلاق الحميدة، فإنه لا سيما وأنه سينجو بنفسه من كل هذه المكائد ومن هذه المصائب، خاصة وأنه إذا ما بني نيته وإخلاصه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه: ومن توكل على الله فهو حسبه، وهذا كثير من الأحاديث التي وردت في مثل هذا الشأن. مشاهدين الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم أيضا حول الصيام في هذا الشهر الفضيل، مع سماحة الشيخ الدكتور محمد طه حمدون رئيس دار الفقه والأثر في العراق. فدعوني أرحب به باسمكم، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. حياكم الله وحياكم الله. شيخنا العزيز، هنالك حتى في الإسلام بنى للنوايا أو النية، خلينا نقول شيء كبير بإتمام العمل، يعني حتى وإن كان العمل صالح الذي يشير إليه الإسلام، في المقابل هنالك عمل غير صالح، لكن أيضا ما يدفع الإنسان على ارتكاب أي فعل سواء كان صالحا أم طالحا هي النية. فكيف يمكن للإنسان اليوم أن يتخلص من الوساوس ويخلص نيته مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. في الإسلام كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول العلماء هو ربع الدين، بل هو أصل الدين. كما ذكرت، النية هي الأصل وهي النبتة والبذرة، وبالتالي إذا صلحت وطابت طاب ثمارها، وإن خبثت خبثت ثمارها. النية هي الأصل في هذا الدين، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام حقيقتين: الحقيقة الأولى إنما الأعمال، صلاحها، فسادها، كمالها، تمامها، يعني قبولها، رفضها، إنما هو بسبب النية. فإن صلحت صلح العمل، وإن فسدت فسد العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى حجم الطاعة تكبر بالنية وتصغر بالنية. فرب عمل كما يقول الحسن البصري تصغره النية، ورب عمل تكبره النية. هذه النية التي قال الله تعالى فيها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكأن حقيقة الإسلام وحقيقة الأمر وحقيقة العبادة هو تمام الإخلاص، وهو أن يخلص العبد هذا العمل لله تعالى. فأنت تقبل على أي عمل في هذه الدنيا، هذا العمل إذا كان لله قبله، وإن كان لغيره كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا فيه غيري فهو لشريك
وليس لي منه شيء، بالتالي يستغني الله عز وجل عن أي عمل يشرك الإنسان النية معه، وهو ما يسمى حينئذ بالرياء، هو أن يرائي الإنسان أي عمل يقصد به أي شيء غير الله عز وجل، فالله غني عن هذا العمل، بالتالي لا يقبض الإنسان منه إلا التعب. وكما في الحديث، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، رب شهيد مات على فراشه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ورب رجل قتيل بين صفين في المعركة والناس تشهد له ضرب السيوف ويقتل الأعداء، ولكن إيش حاله؟ قال الله أعلم بنيته، ربما نيته لغير الله فلا يقبل منه، ورجل نيته صادقة وعزيمته على الله عز وجل صحيحة وقصده إلى الله مقبول مات شهيدا وكريما وعزيزا عند الله ولو مات على فراشه. وبالتالي رب رجل لا يصلي إلا المفروضات، ولا يصلي إلا ما افترضه الله عليه، ولا يقيم إلا قليلا، ولكنه صادق في نيته، مخلص في عبادته، مقبل على ربه يقبل منه. ورب رجل قام العشرات من الركعات وقام يتعب نفسه ولكنه يرائي هذا ويحاكي ذاك يقصد به غير الله تعالى، فالله غني عنه. كما تفضل جزاكم الله خيرا، النية هي أعظم الأعمال. لذلك اليوم حين نقبل على فريضة الصيام اليوم، هذه لابد أو بداية فرض، هذا يعني الفرض العملي أن يكون هنالك تسبقه نية. وجاز بعض الفقهاء أن ينوي الإنسان نية واحدة لجميع الشهر، هذا من حيث العمل. ومن حيث الإخلاص، الصوم ربما هي العبادة الوحيدة التي لا يخالطها رياء، ولذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ربما الصلاة تحاكي بها الناس، ربما الزكاة تحاكي بها الناس، أما الصيام فربما الإنسان يستطيع أن يفطر بينه وبين بين الله وبين نفسه، ولكن بالتالي لما كان فيها الإخلاص سائدا كان القبول فيها أعم، وكان الإخلاص فيها أروع. أحسنت سمعت الشيخ، أحسنت جزاك الله خير. معي اتصال من أحد المشاهدين، أبو حسين مهشكل، أحمد من السليمانية. السلام عليكم أخوي أحمد. السلام رمضان كريم علينا وعليك وعلى فضيلة الشيخ إن شاء الله. أخوي أحمد تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم. حياك الله، تفضل يا أخي، بس الشباب الصوت عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، شو فضيلة الشيخ؟ السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله على أمة محمد. علينا وعليكم إن شاء الله. حياكم الله يا أخوي. الله. والله أنا عندي سؤالين ولو أخذ شوي فضل يعني أطمح منكم. دام أنت أول واحد فأنت أنت سيد القوم يقولون، تفضل. الله يسلمك. أيه. أنا عندي ابني غرق قبل تقريبا 8 أشهر. نعم. إيه. فغرق هو صاحبه بالشط، يعني منطقة يعني شلون نقول بالمجمع السكني بسليمانية. فغرق والحمد لله والشكر راح الدار حقه. فأريد أسأل الشيخ يعني شنو الصدقة اللي يقدر أسويها إلى توصل له، يعني مثلا شنو الزكاة اللي مش قد عمره هو الله يرحمه، الصدقة اللي أفيده بيها يعني. ايش قد عمره ابنك الله يرحمه؟ عمره 16 سنة، رحم الله والديه شيخنا. طيب سؤالك الثاني يا اخوي الله يرحمه ان شاء الله ويصبركم. سؤال الثاني الله يرضى عليك، عندي والدتي عايشة ويا عمي، عمي ابو ماتي. نعم. ف نوبة تقول اقعد اقعد يمك، نوبة تقول ما اقعد يمك، نوبة يا يما تعال اقعد يمي، يا يما تعال اقعد يمي، تقول انا مرتاحة يم اختك. زين. اقعد اعرف هل يصير علي ذنب؟ اما للامانة غداها عشاها ريوها زادتها مصرفها شنو اللي تريده بمصريها لما يرضى بي رب العالمين. فبس طيب. أعرف يعني إذا قعدت يم يعني أختي العفو يعني هذا ذنب علي هي بوضعتها أنا مجابرها. طيب. وكان الله يحب المحسنين. الله يجزيك خير. وإحنا اليوم أيضا موضوعنا هو مرتبط بالنوايا وإخلاص النية في العمل الصالح، وإن شاء الله تسمع الإجابة من سماحة الشيخ. أنا أشكرك يا أخي أحمد. حياك الله. حياك الله أبو حسين من البصرة. السلام عليكم يا أبو حسين. سلمنا على الشيخ هواي. شباب بس الصوت الله يحفظكم، حياكم وعزك. الله الله يرحم والديك شيخنا. أنا مريض، عندي سكر وعندي ضغط. عندك العافية. أنا صمت أول يوم واليوم كلش تعبت كلش. طيب شو أسوي؟ طيب عندك استفسار؟ إن شاء الله تسمع الإجابة من سماحة الشيخ أبو حسين. ما عندك إلا العافية إن شاء الله. ما عندك إلا العافية. أقدر أخذ تليفونك الخاص؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شباب يسجلون رقم تليفونك إن شاء الله. حاضر. حياك الله يا أخي.
حياك الله. طيب طيب سمحت الشيخ يعني طيب خلينا نشوف، عندي اتصال آخر أيضا زميلي المخرج. نعم، من وياي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، سيف وياك. حياك الله سيف، من وين؟ سيف من كركوك. حياك الله أخوي، كل الهلا بك، تفضل يا أخوي سيف. أخي يعني بعد ما صار للدورة 17 يوم وينزل دم وردي. طيب بدون ريحة ولا بدون أي شيء، هل يفطر أو يعتبر مو دورة؟ يعني مو موعد الدورة، مو وقت الدورة. طيب طيب شكرا، هذا سؤالي. نعم شكرا، الله يعطيك. حياكم الله، حياكم الله. طيب نعم سمحت الشيخ، في بداية رمضان يعني الناس دائما تريد تخلص من مسألة، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت اكو بعض، اريد اتاكد من يعني حقيقة هذه المعلومة، انه اكو منشور نويت وان اصوم شهر رمضان كاملا كذا، هذه رسالة قامت تتداول على الجروبات، على الواتساب، على الفايبر، حتى على الفيسبوك نشرت هذه المسألة. سمعت الشيخ، ما مدى صحة هذا القول؟ وهل يجزي عن باقي النوايا في كل ليلة من رمضان؟ يعني النية محلها القلب. طيب هذه لابد أن يعرفها كل مسلم، يعني النية محلها القلب، يعني النية لا يشترط فيها التلفظ، أن تقول نويت أصلي نويت أصوم، لا، النية ليس محلها اللسان. الناحية يعني أنا لو مثلا ذهبت أتوضأ، ولو سألني رجل افتراضي لو سألني أين تذهب، قلت أذهب أصلي مثلا الظهر أو العصر، هذه نية. يعني حتى لا يشترط أن أقول نويت أصلي العصر مثلا. يأتي رمضان، استعدادي لرمضان، لو سألني أحد إيش تعمل غدا، أقول غدا أصوم، فقولي هذا افتراضي يعني خلاص يعتبر نية. قومي للسحور، السحر وتهيئ وكذا، هذه نية، يعني النية محلها القلب، أي علامة. أما التلفظ باللسان فلا يشترط عند جمهور الفقهاء وبالإجماع، لكن متأخرين من الحنفية والشافعية يستحبون أن يتلفظ الإنسان بلسانه، قال حتى يقوي لسانه القلب لتكالب الهموم على القلب وتكاثرها. هكذا. أحسنت، جزاك الله خير. معي اتصال الأخت نوال، السلام عليكم يا أختي. استدعوني مريضة يعني من جابران في الشيء قوي وأصوم الحمد لله، انتين تجيني يعني الدورة وراء رمضان ما أقدر أصوم، بل أنطي يعني فدية عن أصوم، ما هذا السؤال؟ طيب شكرا إليك، شكرا. نعم رياض. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. رياض ولا أبو رياض؟ أبو رياض. عندي كلية واحدة. تفضل يا عم. ما عندك غير العافية. عندي كلية واحدة. عندك العافية. دا أصوم. عندك العافية. نعم. عافاك الله. أنا كنت أقرأ القرآن، صار لي سنتين ما أقرأ القرآن، يعني عادي نظري متابع. الله يكون بعونك يا عم، الله يكون بعونك. شو نظري شوية متمام، وتعرف أنت يعني أنا كبير عمر 30 سنة، فيعني وأنا صايم شنو حكمه هاي؟ طيب يعني أنت عندك مشكلة هسه اليوم بالضبط، مشكلتك مع الصيام ولا مع قراءة القرآن؟ ألو أبو رياض تسمعني؟ إيه. انت مشكلتك هسه انت ما تقدر تقرا قران ولا ما تقدر تصوم؟ انا اقدر اصوم، صايم، انا صايم، كنت اصوم صار قبل. الله يتمم عليك ان شاء الله. انا اصوم والوجه كله. طيب طيب كنت اقرا القران، صار لي سنتين ما اقرا القران، انا في سبيل يعني نظري مو تمام. عندك العافيه ان شاء الله. الشيخ يرشدني. تمام. طيب ان شاء الله ما عندك الا العافيه. نسال الله سبحانه وتعالى يجزيك الخير يا اخوي. الأخت هناء، السلام عليكم. الأخوة جدت رقام. حياك الله يا أخت هناء، تفضلي أنت على الهواء، بس من وين حضرتك؟ شلون؟ من وين حضرتك يا أختي؟ تفضلي. ألو. أخت هناء أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. الشيخ بس حبيت أسأل. نعم. يعني أنت فيه شيء، أني أرمل عندي 3 جهال. نعم الله يحفظهم. الله يسلمك.
ما سويت العدة يعني بعد ما توفي زوجي ما سويتها لأن جهال صغار وأظل يعني أركض وراهم من مكان لمكان. إحنا يعني قاعدة ويا عمامي البيت مفتوح ما سويت العدة يعني قالوا يصير تأذيها. طيب يعني سؤال يعني مهم. شنو تصير يعني بعدين أسوي هاي العدة أو شنو يعني؟ طيب تسمع لي. إن شاء الله تسمعني الإجابة من سماحة الشيخ. أنا أشكرك جزاك الله خير. طيب عندي اتصال شباب. نعم من وياي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من وياي؟ أنا أم حسام من بغداد. أم حسام من بغداد حياك الله يا أختي تفضلي. أخي أنا يعني جبت قبل رمضان بأسبوع وأريد أسأل الشيخ يعني يصير أصوم قبل أطلع الأربعين؟ تمام. عندها ولادة مو؟ طيب أي إن شاء الله يا أختي إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله يا أختي جزاك الله خير. منو؟ طيب خلي ناخذ نجاوب الأسئلة سماحة الشيخ. نبدي من الأخ أحمد سماحة الشيخ يقول يعني صار حادث لابنه الله يرحمه 16 سنة وبالتالي يعني توفي غرقا والغرق هو أعتقد يشمل بالشهداء يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة فيبحث عن طريقة لي يعني إيجاد صدقة جارية لابنه جزاه الله خير يعني على هذا التفكير فكيف تنصح سمعت الشيخ؟ ابتداء يعني هذا من ابتلاء الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث في مثل هذه الحالة كما ذكر الله أولئك عليه الصلاة من ربهم ورحمة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بيتا سماه الله بيت الحمد حين يفقد أو يأخذ الله عز وجل حبيبا أو غاليا على شخص ثم يقول انظروا ماذا يقول عبدي يقول حمدك واسترجعك قال ابنوا له بيتا وسموه بيت الحمد. فإن شاء الله يعني لمثله لمن صبر وغفر وتوكل على الله عز وجل أن يبني له بيتا يناسب هذا المقام. أما يعني هو الطفل هو بعده يعني ليس كبير كي يتحمل الذنوب أو يتصدق عنه ولكن إذا أراد أن يتصدق عنه بأي صدقة هو الآن في سليمانية للنازحين للفقراء ويجعل ثوابه وأجره له فلا بأس وإن كان هو بعد يعني صغير ربما بلغ الحلم أو قارب فيعني قراءة القرآن وإهداء الثواب له وللأموات إن شاء الله يصل من كرم الله عز وجل ورحمته. طيب جزاك الله خير. وكثير احنا عدنا بعاداتنا يعني سمعت الشيخ وأكيد هو الأخ أبو أحمد هم يعرف المسألة اليوم ده يشترون مثل برادات يخليه قرب مثلا الوقف سواء بالمساجد او بالاسواق ويكون هو دائما يراعي هذا يعني هذه الموجوده احنا نعرف يعني موجوده في هذه الصدقات الكثير. الجاريه طبعا الصدقات الجاريه هذه افضل الاشياء ان تجعل شيئا ثابتا وما بقاء العين وحبسه لله عز وجل فالاجر راح يستمر طبعا. وانا من رخصتك شيخ هم ايضا انصحه يعني اكو فد مساله اخرى انه يبحث عن من يقرؤون القران اذا كان يستطيع ان ياخذ كميه من المصاحف ويوزعها في المساجد او كذا ويكتب عليها أجر أيضا هكذا يعني طرق الخير كثيرة يعني وفي رمضان يستطيع يقرأ القرآن حين يكمل يهدي ثوابه إن شاء الله. جزاك الله خير سماحة الشيخ. سؤال الثاني أبو أحمد يقول يعني والدته تسكن مع عمه والد زوجته فيقول يعني أحاول أنه أجيبها يمي تقول أنا مرتاحة أو كذا فيخشى أنه يعني قد يدخل من باب عقوق الوالدين أنه مقصر تجاه والدته رغم أنه هو يقول يعني من ناحية مصرفها حاجياتها أنا أوفر لها لكن هي تقول أنا مرتاحة بهذا المكان هل عليه شيء وهل هنالك تقصير من جانبه تجاه والدته وكثير عندنا طبعا يعيشون هذه الحالة يعني أمهاتنا عزيزات علينا شيخنا نعم. فالكبر يعارضهم يعني وما يخليهم يقدر أن يطلع من مكان المكان يعني تجلس في مكان ترتاح فيه يعني هو الضابط في هذا فيه وفي غيره هو أنها أن ترتاحية وأنه لا يعقها يعني لا. ليس بالضرورة هو أن يقابلها يعني وجه لوجه وتكون في بيتي حتى يكون بارا الأم قد تستريح في بيتها لوحدها وقد تستريح في بيت أحد الأبناء أو أحد البنات أو في بيت يعني أخيها هي تجد نفسها يعني أو راحتها في مكان معين فتترك وراحتها لكن هو ما دام يتواصل معها لا يقاطعها يعني يعطيها ما تحتاج من طعام من أموال كما يقول فهو قد بر بها هو العقوق هو
تلك المخاصمة، التفريط في حقها، عدم مراعاتها، يعني تركها وهي يعني في مكان تحتاج إلى رعاية وعناية، ما دام الأمور متجاوزة فهي في مكان مرتاحة فيه وحقوقها تصلها وما تحتاج إليها يصلها ويلبي مطالبها، فقد برها جزاه الله خيرا على حرصه وخوفه، فهذا دليل إيمانه. وأيضا إن شاء الله. هذه مرتبطة بمسألة النية سماحة الشيخ، مرتبط في إذا كان نيته صافية، يعني النية هنا مثلا الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الصدقة أن تضعها في أهلك، إحنا كنا نروح نستوي هذا من تسوق تشتري، إذا تنوي في هذا أن تعف أهلك وأطفالك وتسعى لهم، هذه النية فقط، ذهابك ومجيئك تكتب له أجر، الفلوس اللي تدفعهن يكتب لك أجر، خير الصدقة. يعني لو أنا عندي فلوس أنطيهن الفقير، لو أجيب له لي لا أجيب له لك، هذه أفضل. قال خير الصدقة أن تضعها في أهلك، يعني تعجب أهلك، تشيل علاليك تتعب توقف يم البقال ويم أبو الغذائية وأبو الماركت وتشتري وتجيب، هاي كلها تؤجر عليها، هاي اللحظات والساعات والدقائق والأموال، ويعني سعيك للرزق لجلب المال وسعيك، لكن تستصحب النية. يعني النية أنت الآن تعمل مثل في القناة أو غيرك يعمل في محل، وعملك أن تنوي بهذا العمل أن تجذب الرزق لتعف نفسك وأهلك، كل الدقائق التي تلبثها في القناة تؤجر عليها، كل الدقائق التي يلبثها العامل والموظف في وظيفته يؤجر عليها، ما دام ينوي لله النية. غيرك هم موظف لكن ما رغم انه انت تاخذ اجر عليه، لا هو ذاك يقول لك انا موظف هذا عملي فقط، لا لا يؤجر عليه، هذا يؤجر هذا لا يؤجر. لماذا؟ قال هذا عنده نيه، انا اروح اسوق وذاك يسوق، والله اثناء المسواق انا اصاحب النيه انه انا حتى كذا والله امرني وهذه وياي، اؤجر بخطواتي بشرائي بدفع الاموال بحملي للاغراض بجلبي للبيت، كلها تؤجر عليها، حتى المراه في بيتها وحدة تسوي رجلها والأطفالها أكل طعام، واحدة تنوي بذلك تقول هذا أمر الله عز وجل وهذا واجب زوجي تجاهي وأولادي تجاهي وأني أنوي بي، فتنوي بها لله، توقف على المطبخ هاي الساعة وكلها أجر، وهاي الدقائق كلها أجر، تعبها كلها أجر، كلها أجر. نعم نعم. يعني ربما أفضل مما المرأة تصلي الفرض وتخدم زوجها وتقيم على رعاية أولادها، أفضل ما وحدة تعوف كل شيء وتقعد تصلي وتقرأ القرآن، فلأن هذه أولويات. طبعا تسوي يعني توازن، تجعل لها شيء من القرآن، شيء من التسبيح، هي سبحان الله وبحمده، استغفر الله، لا اله الا الله، اقصد تذكر الله اثناء عملها، فهي تؤجر. هذه النيه، ورب عمل صغير تكبره النيه، ورب عمل الله. كبير لكن تصغره النيه، لانه لا توجد نيه بالفعل. وبالتالي هذه مهمه جدا، لذلك يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا هذه النيه في كل شيء حتى يستحب، ولكل امرئ ما نوى، يعني له بقدر ما نوى، فنيته عظيمة يأخذ، وهذه لابد أن يصحبها الإنسان ويفطن لها. الله يجزيك خير يا شيخ. الأخ أبو حسين من البصرة يقول هو مريض بالسكري والضغط وحالته كلش تعبان، يعني يقول فكيف أعمل؟ يعني هو إذا صيامي تعبه ويصعد السكر ويسبب إرهاق كبير لا طاقة له، يعني بحيث لا يصل الفطور إلا وقد أنهك والسكر ماله صاعد، و فيعني يسأل الأطباء إن أكو دواء يعطى مثلا حبوب فيتامينات أو مقويات حتى يكمل الصوم يصير له. الطبيب قال لا والله أنت عمرك كبير وهذا المرض قد يعني قد أخذ منك كل ما أخذ، وبالتالي أي دواء آخر ربما يؤثر على السكر أو على الضغط والصوم يجهده، فهذا يفطر. بالتالي يعني أنصح أن يذهب إلى طبيب ويقول له حالتي كذا وكذا، إذا استطاع أن يعطيك مقويات أو يعطيك نحو ذلك مما يسهل لك هذه المشقة فخلاص. قال لا والله الطبيب منعني من أي دواء والصوم يجهدني جدا وأنا أتكلف في الصيام، نقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. سمعت الشيخ، أخذنا اتصال من الأخت أم سيف، يمكن أعتقد ما أدري، الأخ سيف من كركوك يسأل عن الدورة الشهرية للمرأة. أم سيف العفو. وأيضا يعني بعد ما انتهت الفترة كان هناك اختلاف باللون بفتورة، سمحت الشيخ، فهل هذا يعني يفطر أم لا؟ يعني مختصر أحكام هذه القضية التي حقيقة كثير ما يسأل عنها النساء دوما، هو الأصل في الحيض هو يمر بألوان كما يعني معروف، لكن الأصل في المرأة أن لها عدة، يعني هي مثلا يأتي هذا الشهر 7 أيام ثم بعدها 7 أيام 7 أيام، نقول خلص هذه عدتها، فإذا جاء 8 أيام نقول هذه استحاضة، هذا واحد. كيف تعرف يعني ابتداءً
بالابتداء نعرفها بالقصعة البيضاء، يعني حين يمر بألوان الدم أخير شي ترى بياض. من رأت البياض قال كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت فقد طهرت. ثاني أسبوع العفو ثاني شهر ثالث، وإذا هكذا سبعة أيام سبعة أيام نقول لها خلاص، إذا جاء بعد شهر أو بعد أشهر أنها ثمان أيام هذه استحاضة. قال لا، هي مرات تخربط، يوم يجي سبعة يوم ثمانية يوم تسعة، نقول لها إلى العشرة، أي يوم يتعدى العشرة أيام فهو استحاضة. بمعنى الاستحاضة إيش؟ الحيض لا تصوم ولا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الاستحاضة لا تصلي في كل وقت يعني كالدم يعني كالجرح، بالتالي هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، فتصلي وتصوم. وبعض الفقهاء يقول تتوضأ لكل وقت الصلاة، وهو رأي جمهور الفقهاء تتوضأ لكل وقت الصلاة وإن رأت الدم وإن قطر على الحصير كما في الحديث. هذه هاي ناحية. ناحية ثانية المسافة بين طهر وطهر 15 يوم، يعني لو أنها طهرت 15 يوم ثم جاءها الحيض بعد ذلك نعتبرها حيض. لا، هي وراء 10 أيام رأت الدم أيضا، دم الحيض يعني مواصفات الحيض، نقول لها هذا استحاضة. لابد أقل الطهر 15 يوما. فبالتالي إذا كان هي معتادة، يسموها بالفقه المعتادة، يعني التي يأتيها العدة نفسها في كل شهر، فما رأت فوق العدة فهي استحاضة. قال لا هي مخربطة، يعني نقول لها إلى العشرة أيام، ما بعد العشرة أيام فهي استحاضة، وبعد تالي ترجع له إلى ممارسة عباداتها الطبيعية، يعني يقربها زوجها وتصلي وتصوم. جزاك الله خير سمعت الشيخ. الأخت نوال أيضا تسأل، تقول هي مريضة وتقريبا يعني عندها ولادة، يمكن أعتقد مو هالشكل نفاس. إيه؟ هي تقول ولدت قبل رمضان بأسبوع. طبعا أيضا هذا تصحيح يعني مهم، النفاس لا يشترط له 40 يوم، ربما وحدة نفاسها أسبوع، خمسة أيام، عشرة أيام، لا يعني إذا كانت هي يعني هذا غير المولود الأول، يعني ولدت قبل ذلك أكثر من ولد، فننظر. مرات هي تقول أنا كل مولود يعني عشرة أيام وينقطع الدم، نقول لها إذا عدتك في النفاس 10 أيام. أما 40 هذه في الحالات التي لا يعني المولود الأول أو التي هي مخربط النفاس، يوم يجيها 10 يوم يجيها أسبوعين. فالعبرة وين؟ في الطهارة. فإذا طهرت حتى لو لخمسة أيام لعشرة أيام تستأنف الصيام والصوم، لا يشترط يعني 40. هاي 40 هالعلماء بعضهم يجعلها يعني أغلبية، لأن غالب النساء يقول لك 40، الفقهاء يقولون باعتبار ما سألوا القابلات قالوا كذا، فالفقهاء يذكر أن الغالب كذا، وإلا هو العبرة بانقطاع الدم. فإذا الدم قد انقطع لخمسة أيام لعشرة أيام فقد طهرتي، ترجعي لحياتك الطبيعية، الصليب يعني الصليب. هذه العادة اللي مثل معروفة عند النساء اليوم 40 يوم والكذا، هذه الفترة يعني خطأ، مفهوم خاطئ. هو يصورون أنه لابد تصل للأربعين، وربما هي طاهرة قبل ذلك بأسبوعين. لا، هو العبرة بانقطاع الدم. أما 40 فذكرها الفقهاء، 40 ذكرها الفقهاء لأنها يعني الأغلب، سألوا القابلات في وقتها قالوا الأغلب من النساء 40 تنقطع، لكن هذا لا يشترط، ربما أسبوع 10 أيام، ربما يوم، ربما لحظة وتنقطع، لا يشترط. جزاك الله خير سمعت الشيخ. سؤال من أبو رياض من بغداد سمعت الشيخ، يقول أنا عندي كلى واحدة وأصوم الحمد لله، لكن الرجل متأثر جدا بعدم قدرته على قراءة القرآن بسبب ضعف بصره، فما يفعل؟ يعني بشارة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمثاله، إذا بلغ الرجل من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل. يعني الرجل كان يقرأ القرآن، والرجل كان يصوم، والرجل كان ينفق، والرجل كان يتقرب إلى الله تعالى، ولكنه بلغه سفر، يعني في سفر ومخبوص ما يقدر يمارس ما كان يمارسه في حال إقامته، أو كبر في العمر ولا يستطيع أن يقرأ القرآن كما كان يقرأ وهو شاب وهو صحيح. فمن كرم الله عز وجل علينا أنه يكتب لنا ما كان يعمل. الملائكة يقولون هذا كان اليوم يصلي كذا ركعة ويقرأ كذا سورة، لكن اليوم هو عاجز، مسافر، مريض، كبير، لا يستطيع. التقاعد في الإسلام موجود، فالراتب يجرول الملائكة إلى أن يأذن الله عز وجل، وهذا من كرم الله. هذه واحدة. الثانية، يمكن أن تعوض هذا لتعلقك بالقرآن جزاك الله خير، ويعني حرصك وخشوعك عند ذكرك لهذا الأمر، يمكن أن تسمع القرآن، وإن شاء الله يعطيك الله عز وجل أجر قراءة القرآن وأجر الاستماع له ما دامت قد عجزت. فما عجزت كتب لك ما كنت تقرأ، وتسمع تضيف لذلك سماع القرآن فتضيف له
إن شاء الله أجرا فوق أجرك، وهذا من كرم الله عز وجل. جزاك الله خير سماحة الشيخ. الأخت هنا تقول أني أرملة وعندي 3 جهال، ولكن بسبب التزامات المعاملات وسكنها وكذا تعذر عليها يعني الالتزام بالعدة المعروفة، وسامعة تقول أني سمعت أنه ممكن أنه تتأجل العدة إلى فترة مؤخرة، هذا شيء صحيح؟ وهل عليها يعني تجاهد شرع تقصير من هذا الأمر أو تقضي العدة في وقت آخر؟ يعني هذا أيضا نسأل عنه كثير، لذلك لابد من التفصيل. طيب ابتداء الناس لا تعرف ما معنى عدة، يعني تقول لك إيش العدة، يعني كل عنده مفهوم، هاي تلبس بوشية وتقعد بالبيت وما تكلم أقاربها ولا حمويها ولا أحد من الناس وتنعزل عن العالم وتنكفئ على نفسها، يعني مفاهيم كثيرة العدة، هذا كله يعني مبالغ فيه وليس من الإسلام في شيء. العدة قضيتين فقط، ترك التزين، يعني ما تخلي زينة، ما تخلي مكياج، ما تضع شيء من هذا يعني تتبرج للرجال، هذه واحدة. 2 اللبث في البيت، تسكن في البيت، المبيت في البيت، يعني القدر المشترك المتفق عليه المبيت في البيت، بمعنى أن المرأة قالت والله أني مثلا محتاجة أطلع لأسوي وكالة المحامي مثلا في قضية تقاعد، أو تقول لابد أطلع السوق ما عندي أحد يسوق لي، أو عندي لي شغلة ضرورية خرجت من البيت، خلاص ما دامت ترجع تبات في البيت فهذه عدتها. يعني المبيت في البيت زائد ترك المكياج والتزين، ويعني في المكياج أو الهدوم يعني ثياب عموما، فهذا كله هو هذه العدة، قضيتين، ترك التزين في يعني في الوجه أو الثياب، وقضية المبيت في البيت حققت انتهت هذه العدة، وهذه كلها أمور أخرى يعني ليست من العدة. القضية الثانية، هل العدة تقضى؟ لا يوجد شيء في الإسلام، العدة خلاص 4 أشهر و10 أيام للمتوفية و3 حيضات للمطلقة، أو أشهر 3 أشهر للآيس أو الصغيرة، هذه العدة من تنقضي بعد الوفاة أو بعد الطلاق خلاص لا تقضى، انتهى قضية العدة. وإن كان هنالك تقصير أثناء هذه الفترة، مثلا كانت تضع الزينة أو كانت لا تبات أو تبيت في البيت وتقول أنا ما كنت أعرف الحكم، نقول لها قد ارتكبتي خطأ واستغفري الله عز وجل وتوبي إليه وخلاص الأمر، لا تقضى العدة، وليس ذلك يعني حقيقة ما يتناقله الناس، هذا خطأ أيضا شائع لابد أن يصحح. أحسنت سماحة الشيخ. أيضا هي قريبة على الموضوع، يعني أكو ناس تقول أنه لازم المرأة تلبس البرقع وكذا، أكو هذا الشيء؟ يعني قضية لبس البرقع ما له علاقة بالعدة نهائيا، يعني حتى من قال تتكلم واجب تتكلم بصوت ناصي مع أي شخص من قريب لها حتى يوصل، خاصة المعاملات احنا نتكلم، أكو احتكاك كبير يكون بين المرأة بالعدة وكذا، في العدة وفي غيرها واحد، بمعنى أن المرأة لا تخضع بالصوت، يعني لا تتميل أو تتكسر، هذا في العدة وغير العدة. وضع البرقع من يقول واجب فهو في العدة وغير العدة، ومن يقول ليس بواجب وهو رجوم الفقهاء هذا في العدة وغير العدة. يعني هذه القضايا خلاص، لكن هل المرأة تحجر نفسها ولا تكلم يعني من في البيت ولا أحد؟ هذه ليست من العدة، ما لها علاقة بالعدة. أحسن، جزاك الله خير. طبعا سؤال أم حسام من بغداد أيضا أجاب عليه سماحة الشيخ، هو كما سؤال الأخت نوال وأم سيف أيضا مشابه لها. طيب الأخت نوال، يا ريت والله خليني أتأكد من سؤالها، يعني تفضلي يا أخت نوال تفضلي. حياك الله يا أختي، بس سمحت الشيخ يسمعك الآن حتى يكون واضح السؤال. أنت كان سؤال وأجاب غلط، بس شباب الصوت الله يرضى عليكم. لا مريضة صارت 6 سنوات. إيش؟ مريضة صارت. نعم أصوم يعني حيل بالكلاب والحمد لله، بس ورا رمضان ما أقدر أقضي مال الدورة، يعني أنقص فلوس. تمام تمام تمام، أصوم. واضح السؤال، واضح واضح واضح، تسلمين يا أختي، شكرا لك. شكرا يعني والله توني يلا ما نعم. جاوبنا عليه. نعم 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 يلا يعني يلا هسه السؤال جواب إن شاء الله. طيب من وياي شباب؟ السلام عليكم أبو حيدر. وعليكم السلام أبو حيدر، حياك الله أخوي أبو حيدر، من وين حضرتك؟ أبو حيدر وياك من الساجي. حياك الله يا أبو حيدر، حياك الله، تفضل. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل أنت على الهواء يا أبو حيدر، حياك، تفضل. أنا عندي حرمة زعلانة، عندي حرمة زعلانة يم أهلها وقمت عليها الطلاق أول بارحة. طيب عندي زوجتي زعلانه يم اهلها. نعم هو رحت دزيت عليها 7 مرات حتى ترجع، ما رجعت، رحت البارحه عليها ما رحت ترجع،
والبارحة قلت لها أنت فعلك فعلك. زين يعني التقيت بها ولا بالتليفون؟ لا لا التقيت بها. التقيت بها. طيب. أول طلقة لك؟ أول طلقة هذه؟ لا لا التقيت بها. زين أبو حيدر. طيب تسمعني؟ أي أول واحدة. ناوي ترجعها لو ها هي؟ أي. نعم أسمع. ناوي ترجعها لو الموضوع ها هي؟ أي ناوي أرجعها وراحت عليها ما بحس ترجع وجاءت طالب. وبعدين؟ بعدين نعم. يعني بعدين ناوي ترجعها لو خلاص ها هي فراق؟ لا اشوف الشرع شو يقول لي ارجعها تبقى على طلاقها. تمام خير. طيب انا اشكرك لانه الشيخ يسالك على نيتك انت شنو ناوي ابو حيدر؟ انت ناوي ترجع حرمتك؟ اي يعني ناوي. طيب انا اشكرك ان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه الشيخ. شكرا لك يا ابو حيدر. طيب نرجع الى سؤال الاخت نوال. يعني بصراحه صار عندي التباس بالموضوع سماحه الشيخ. واضح سؤالها يعني هي امراه مريضه من سنوات تقريبا 6 سنوات يعني وفاتها في أيام الحيض أنه تقضي رمضان، فكيف الحل يعني؟ يعني هي الأصل أن تقضيها متفرقة، هي تقول لا أستطيع، يعني هي ما دام تستطيع صوم رمضان فمعناها تستطيع أن تقضي، والآية صريحة فمن كان مريضا أو على سفر ومنه المريض يعني الحائض والنفساء أيضا يدخل فيه فعدة من أيام أخرى، فالقضاء يعني واجب عليها، ربما تصعب فتقضيها ما تستطيع يعني تقضيها حال استطاعتك يعني بالشتاء كل شهر يوم هكذا يعني إلى أن تستطيع، يعني أعتقد ما دام تستطيعين صيام رمضان. أما إذا تقولي لا والله لا أستطيع الصيام لا رمضان ولا غير رمضان بسبب المرض طبعا بسبب المرض يعني مرض مزمن أو مستمر فيصار إلى دفع الفدية. الفدية كم يطلع عليها اليوم؟ يعني اليوم هي 650 غرام، يعني إذا نحسبها وعلى رأي الحنفية شوية مضاعف يعني تقريبا 40,000 إلى 50,000 عن الشهر عن الشهر كله يعني. وإذا فات أكثر من سنة تدفع نفس القيمة 40,000. لا خلاص وهي في الذمة يعني هذه في الذمة متعلقة. فاليوم تعدها ما عدها بعد شهر بعد سنة من تملك هذه تدفعها. طيب جزاك الله خير سماحة الشيخ. أبو حيدر يسأل سماحة الشيخ وأنت حاورته يعني واضح سؤاله كان، فكيف الجواب؟ يعني هو طبعا إذا نوى الرجوع طلاق يسموه هذا طلاق رجعي. هذا وفق القانون. هو شرعا وقانونا. أيوة قانونا طبعا يعني هو إذا في مجلس واحد فالفتوى الآن قانونا وأيضا من الفقهاء من قال به تعتبر طلقة واحدة. نعم. إذا طلقها وقال أنت قلت أنت طالق ولكن نسأل هل هي للتأكيد أم للتأسيس؟ وعلى كل حال هو يعني هذا طلاق رجعي. الرجعي يعني لك الحق أن ترجع زوجتك تقول إما تلفظا راجعت زوجتي على مهرها الأول وخلص ترجع لك يعني ما دام يعني الرجوع يكون أثناء العدة يعني قبل أن تنقضي 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيضات وإن كانت كبيرة 3 أشهر أو أنها خلص ترجعها للبيت وعند الحنفية الفعل يعني خلص إقبال عليها يعتبر إرجاع لها فأنت لك حق ترجعها إما بالكلام تقول راجعت زوجتي على مهرها الأول وترجع يعني الزوجة إلى عهدها القديم يعني ما يحتاج عقد شيخ لا هو إذا انقضت إذا انقضت المدة 3 أشهر العدة أو 3 حيضات انقضت العدة يصار إلى بينونة يسموها بينونة صغرى يحتاج إلى مهر جديد وصداق أو يسمى يعني عقد جديد وصداق مستأنف من جديد يعني يسوون عقد مستأنف يعني من البداية يمشي عليها ويضعون مهر ويجدد العقد والمهر هاي إذا كان طلاق رجعي هاي إذا انقضت العدة لا إذا كان طلاق رجعي رجعها من أول مرة طيب. احنا الطلاق عندنا نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن الطلاق الرجعي هو ان يطلقها واثناء العده يقول راجعت زوجتي بالكلام او بالفعل على راي طيب. الحنفيه فهذه اثناء العده ما يحتاج اذنها خلاص يعني ما يحتاج تقبل او ما تقبل ترجع الى ماري اذا انقضت العده او طلقها 3 او كان على مال يسموه الخلع هذه 3 يسمى بينونه اما صغرى او كبرى فبالتالي بينونة الصغرى أو الكبرى لابد أن ترضى المرأة ومهر جديد لكن أنت ما دام بالعدة الموضوع البارحة اليوم لك حق تقول راجعت زوجتي وترجع إلى عهدها القديم جزاك الله خير سماحة الشيخ مع اتصال الأخ فاروق من بغداد السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله أم عمر السلام عليكم
عليكم اخوي، شلونك؟ الو، بس نصلي صوت التلفزيون. حياك الله اخوي، تفضل لي اخوي فاروق. وياي مو فاروق، بس علي لي صوتك شويه خليني اسمعك، تفضل. ماشي شيخنا، شلونك؟ عيني حياك الله عيني، كل الهلا. الله يسلمك شيخنا، بس اريد اعرف الحكم مال الدكتور انكشف على المراه. يا دكتور طبيب ذكر يكشف على المراه. ايه دكتور كشف على المراه. تمام. طيب عندك سؤال اخر اخوي؟ لا حياك الله، شكرا لك. بس هي وقتها كانت يعني مريضه حيل، واضطريت انه راجع الدكتور. طيب يعني ما يحتاج يعرف. جزاك الله خير. طيب شكرا لك يا اخوي فاروق، جزاك الله خير. ام عمر اختي، حياك الله يا ام عمر، تفضلي. من الحي يا مرحبا، اهلا وسهلا. حياك الله ام عمر، من بغداد انت؟ والله والديك عندي حجية تسأل. والله قبل اختي خطبة الشخص بالثمانينات. نعم. واخذوا النيشان، يعني هو اخر خطوبة وبقى النيشان عند والدتي. هسه تسأل حرام وشو مدى ننقلهم وين؟ وش قد الفيديو مالته وشون على هذا الوقت يعني؟ فهمت سؤال شيء؟ والله يعني أكثر من سؤال. والسؤال عن نيشان لو على النيشان؟ إيه. إيه على النيشان، مو عافوا وراحوا وبعد قطعة أخبارهم من عندنا. الزوج يعني؟ اللي الخطيب. الخطيب عاف النيشان وراح. خطابها وعافه. إيه؟ من خطابها وعافه بقى النيشان عند الوالدة عند الحجية. نيشان ذهب لو بس هدوم. اي ذهب، لا ذهب. ليش ما طالبوا بي؟ تراجع. ليش ما طالبوا بي عفوا؟ ها؟ طالبوا بي لو ما طالبوا بي؟ لا ما طالبوا بي، راحوا وانقطعت اخبارهم من عندنا. هسه سالنا حاول نستفسر وراهم، ما حد عندهم. تمام خير ان شاء الله. طيب اريد نعرف شنو الواجب عليها بالوقت المياية كانت 340 دينار. هذه بالثمانينات مو هالشكل؟ رجعت فلوس بس هي ما ننقلهم، يعني شلون الحل؟ تمام ان شاء الله خير. اي مشكورين عليك والله. واجد حياك الله يا عمر، شكرا. منو؟ مظفر، السلام عليكم. الو حياك الله يا اخوي مظفر، تفضل. شلونك؟ قلب اسالك. الله يحفظك. من وين يا مظفر؟ من وين؟ بغداد. على راسي، حياك الله، تفضل يا اخوي. من راسي. يعني بس عمود من ده اقرا قران اذا بصوت عالي بغداد. نعم من اقرا قران بصوت عالي ما احفظ، بس اذا جهر اقرا يعني طبيعي. تقرا سريع يعني؟ طيب يعني اذا اقرا يعني بصوت عالي يصير عندي شلون الكلمات مو واضحه، بس اذا جهر اقرا يعني نفسي لا واضحه طبيعي. تمام نعم تمام، شكرا لك حبيب قلبي. شكرا. زميلي المخرج يقول مثلي يقرا. شكرا لك يا اخوي مظفر. سمحت الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، من وياي؟ خالد برنامج ما هذا جدا هسه على قناه سامر. حياك الله خالد، تفضلي. من وياي؟ انا وياك خالد. انا ما اصل صيام، انا ما اقدر اصوم على صيام اصيام يوم. اي بس أي. اسم حضرتك يما تفضلي. ها؟ شنو اسمك؟ قسمه حياك الله، حياك الله. كل خير. قسمه خالص ما والدك. والديك. الله يحييك. اي شنو سؤالك؟ اصلا ما اقدر، انا مريضه ما اقدر. اي ايش بيش حجيه؟ عندي امراض مدمنه قرحه وقابون. تمام. اي وانت دفعت سكان بنت اخوي مهجره. دفعتهم مالك اصيام 100. دفعتيهم؟ ايه دفعت البنت اخوي مهجره بالشمال. ايه ها تمام زين. يعني بعد على اصيام على ذنب شيء. تمام ان شاء الله تسمعني الاجابه يما، ان شاء الله تسمعني الاجابه من الشيخ. تسلم يا خيي، وبعدهم بسالك سؤال. ايه تفضلي. ايه شنو سؤالك؟ وعمرت الحمد لله 4 امراض. ما شاء الله، تقبل الطاعات ان شاء الله. امين يا رب. اي 4 امراض حبيت بيت الله، بس الا الفلوس مال زوجي شهيد انتقاضه، يعني حلال حرام. شنو سوى زوجك؟ زوجي شهيد انتقاضه، راح سوى موظف بريد، موظف بريد ما انتقاضه وكتب.
مو واضح السؤال. بس فهميني يما شنو اللي سويته بس خل افهم. هو موظف قدري موظف اي ايه طارت هاي مال واحد وتسعين وكتل بالواحد وتسعين بالواحد وتسعين ها بالواحد بالاحداث إيه يعني ايه بالواحد وتسعين كان طالية كاميات وهي بني حديث بني يصير. طيب هو ما اعرف انا فتشي يمكن الظاهر بايام الاحداث اللي حدثت بال91 يعني اخذ فتشي من الدوله او يعني اخذ شيء من الكويت الاميه من الكويت ايوه هي بس من 91 زوجي وكتل بال91 هاي الاحداث ايوه ها يعني انقتل انقتل بالاحداث اي بالاحداث هاي ما طلع في منطقه 91 طيب أنا هسه راح أخلي الشيخ يجاوب على سؤالك حتى لا يعني إن شاء الله واضح يضيع. إن شاء الله تمام. طيب هذا آخر اتصال عليكم. أخ علي السلام عليكم أخوي علي من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخوي علي تفضل. هل يجوز الزكاة إلى عندي بنية أعطيها لأن هي رجلها حالته مو صحيحة؟ الزكاة؟ يجوز الزكاة أمضيها البنتي لأن رجلها ما عنده قاعد بطال. تمام تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب جزاك الله خير شكرا يا أخوي علي شكرا جزيلا. سمحت الشيخ خلي نبدأ من اتصال يعني الحجية تقول إنه هي مريضة بالقولون وكذا وفشون الحال مالتها كان سؤالها يعني الأول. خلاص إذا هي تقول بي أمراض كثيرة ولا أستطيع الصيام واصلة قناعة ومنطية فدية أصلا يعني أي نعم. فخلاص يعني خلاص يعني هي تقبل بنت أختها طبعا يجوز شرعا يعني حلو أن تعطى الصدقة والزكاة لها فبالتالي يعني هي الموضوع حاسم تجزاه الله خير هي كانها عابدة لكن مريضة لا تستطيع نعم. طيب سؤالها الثاني تقول يعني هي ما شاء الله حاجة ومعتمرة أيضا زوجها تعرض إلى يعني قتل الله يرحمه بأحداث الكويت يعني قتل إن شاء الله إذا قتل مظلوما فأجره على الله إن شاء الله الله يرحمه ويرحم جميع أمواتنا. الأخ فاروق يعني إحنا بدينا ما أدري قضية الفحص أي طيب أي سمحت شيخ الحكم على حكم الطبيب اللي يكشف على المرأة يعني هو الشيخ. حالة وقعت لكن احنا الآن يعني حالة مستأنفة هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة يعني طبعا كشف المرأة يعني أو رؤية الرجل الأجنبي سواء كان طبيب أو غيره للمرأة بالأصل لا يجوز لكن للمضطر يجوز بمعنى أنه في حالة أو تخصص أو مرض معين لا يوجد إلا طبيب وبالتالي هو مضطر لا يوجد امرأة يعني تقوم مقامة أو تسد مسدة فمضطر هو أن يذهب إلى أو أنه كلها مغلقة المستشفيات أو الكذا ولم يجد إلا هذا الطبيب فبالتالي هو مضطر لها فلا بأس إن شاء الله يعني هو يقول حالة اضطرار ما دام حالة اضطرار الأصل فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وبالتالي هو الآن الأصل لا يجوز ما دام أكو سعة أكو بديل يعني واحد الآن مثلا مرأة أكو طبيبة نسائية فماكو حاجة شرعا لا يجوز أن تذهب إلى طبيب رجال يفحص المرأة لكن مضطر أنه في موضع أو مرض معين أو جراح معين ولا يوجد طبيبة تسد مسد هذا الطبيب نقول هذا من باب الاضطرار وهو يجوز إن شاء الله. طيب جزاك الله خير سمعت الشيخ. أم عمر من بغداد تسأل تقول يعني الحالة عندهم تقول أنه جوهم خطابة في بداية الثمانينات وبعدين اختفوا رغم أنهم تاركين نيشان اللي هم من الذهب كما تفضلت سمعت الشيخ بسؤال فكيف يتصرفون اليوم مع ما بقي من خطيبهم؟ لا هم لهم حق يصرفون به يعني هو أشبه باللقطة قد يلحق بحكم اللقطة طبعا ها إذا لم يكن لهم حق فيه يعني تفاصيل كثيرة وبالتالي هو هم يتملكوه يصرفون به وما عليكم شيء إذا جو في اليوم داعوا به ديش الساعة يعني يمكن أن تعطوه أما إلى الآن هم ما عليه شيء يعني هذا أشبه به يعني يلحق بحكم اللقطة وإن كان هو حقيقة للمرأة إذا كان الخاطب يعني هو خطب وخرج بعض الهدايا يعني الفقهاء يقولون لا ترجح المرأة يعني كهدوم وثياب ونحو ذلك والفلوس اللي ينطيها ولا هذا من باب الهدايا وما دام التقصير منه هو عافى وراح فبالتالي أيضا يجوز لها أن تتملكه ابتداء يعني حتى لو طالب ليس له الحق في حالات خاصة وبالتالي تشابك كثير هو الأصل هو لا يوجد يعني فيعني ليس لكم شيء يعني أو ليس عليكم شيء تجاهها حتى إذا جاء عندها يمكن أن تتفاهموا وتعطوه شيء خاصة الذهب لأن الذهب الأصل فيه أن يكون مهرا. جزاك الله خير سمعت الشيخ. الأخ مظفر من بغداد يسأل يقول أنا من أقرأ قرآن بصوت عالي يعني أصير سريع
وإذا أقرأ في داخلي طبيعي، فكيف أتخلص من مثل هذه؟ أو هل في ذلك إشكال؟ هو القراءة الأصل فيها أن تحريك اللسان أو يعني والشفتين، يعني أما أن أنا سد الشفتين واللسان وأقرأ هكذا في قلبي هذا لا يلحق في القراءة عند جمهور الفقهاء، فما دام يحرك لسانه وشفته وصوت ناصي هذا يؤدي الغلط. الأصل هو طبعا الخشوع، يعني الله تعالى ما قال أفلا يقرؤون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن، فكلما كان التدبر في الجهر أو في السر فيعني اختار ما يكون أوفق للتدبر، يعني التدبر وين يكون؟ في السر، فيعني عليك به، وإن كان بالجهر فعليك به. أحسنت سمعت الشيخ. آخر اتصال من أخ علي، هل يجوز دفع الزكاة لابنته؟ أعتقد يعني ويسأل بها زكاة الفطر، حتى لو الزكاة العادية، وجمهور الفقهاء ما يقبلون زكاة الفطر أو زكاة العادية، لكن من الفقهاء من يقال يعطى وهو الصحيح يعطى لزوجها، يعني هو باعتبار زوجها يعني تعبان وضع المادي، فيمكن تعطي الزكاة لزوج ابنتك فهو يجوز، لأنه الفقهاء لا يجوزون إعطاء الزكاة للوالدين ولا للأبناء ولا للزوجة. طبعا الخارجة عن البيت التي لا تلزمك نفقتها فيها خلاف هل يجوز أو لا يجوز، وخروجا من هذا الخلاف نقول أن تعطي لزوجها أفضل، وإن شاء الله وقع أجرك وهي صلة وصدقة في نفس الوقت إن شاء الله. طيب سمحت الشيخ جزاك الله خير. نرجع إلى موضوعنا اللي هو النية، ما أعرف زميل المخرج إذا كان عندي وقت أو لا. طيب كيف ممكن أنه يستثمر الإنسان اليوم يحسن نيته من الداخل وينطلق سمحت الشيخ تجاه حياة مختلفة تماما؟ خلي نصنع التغيير اليوم من هذا اليوم، من هذا رمضان، من الآن نصحح الأخطاء اللي كانت موجودة بحياتنا، نوايانا، صدقنا مع الآخرين، كيف تنصحنا سمحت الشيخ في الدقائق المعدودة؟ يعني قبل ما أختم أكو مسألة فقهية سألتني في البداية وبقى شيء منها وبادرتنا الأسئلة، هو قضية هل يجوز النية واحدة لكل الشهر؟ من الفقهاء من جوزها أن تقول نويت صيام كل الشهر خلاص لا يحتاج إلى تجديد، وإن كان الأولى أن تجدد كل ليلة. قضية جزاك الله خير، إحنا اليوم مقبلين على رمضان، هنالك أوقات استجابة، يعني للصائم دعوة يستجاب فيها عند فطره أو حال صيامه، وأنت تبقى للسحر تسحر، أيضا وقت السحور وقت إجابة، يتجلى الله على عباده يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفرين فأغفر له، فبالتالي إحنا نازلين في رحاب الله، فالنية نحتاج إلى نية حقيقية صحيحة نتوجه إلى الله تعالى، نسأل الله عز وجل فيها من صدق. إن شوف قضية الدعاء، إن الله لا يستجيب لقلب غافل، الله ينظر إلى القلوب، إذا متوجه إليه يستجيب الدعاء. فأنت العلماء كانوا من قبل يحشدون أمانيهم وأمنياتهم وحاجاتهم في رمضان، فأنت حاول في هذا رمضان أن تصدق وتخلص النية لله عز وجل، تسأل الإخلاص، تسأله التوفيق، تسأله رضاه، تسأله الجنة، تسأله العزة، تسأله الرزق، تسأله الكرامة، تسأله التوفيق، السداد، ايش عندك حاجات من خير الآخرة والدنيا تحشدهن في هذا رمضان، أنت نازل في رحاب الله، أشبه لله المثل الأعلى، ملك دز عليك وبيده صلاحيات مطلقة وجاء قال لك تعال ايش عندك حاجات، فأنت قطعا لما توفد إلى ملك ايش عندك حاجات تجيبهن، فعندك طلب تقدمه إلى السيد كذا ويوقع لك ويهمش لك ويحولك فيقضي لك كلهن. ففرصة اليوم الله عز وجل دعاك، والله ملك الملوك وهو مغني الأغنياء، دعاك إلى رحابه ويقول لك تعال انت وحاجاتك ايش عندك، تعال الا من داع فاستجيب له، ايش عندك حاجات، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسالني كل مسالته فاعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فاحنا حقيقه يعني لكن فقط قضيه ان تخلص، يعني من تسال الله مو دعاء فقط لسان، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فيعني حري بنا أن تخرج هذه الحاجات من قلوبنا، وإحنا مجربيها حقيقة، اللي عنده حاجة يظل يلح عليها بالإفطار، يلح عليها بالسحر، يلح عليها كذا في رمضان، حري أن تستجاب له، وقت فرصة، فرصة ذهبية، الله عز وجل يقول لك جيب لي طلباتك، قدم العرائض مالتك، قدم الفايلات، وهو حري أن يستجيب له، فهو أكرم الكرماء، إن الله حي يستحي أن يرفع العبد يديه فيردها صفرها. جزاك الله خير يا سمحت الشيخ، أنا أشكرك الشكر الجزيل. سمعت الشيخ محمد طه حمدون، الله يعطيك العافية ويبارك فيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من فقه الصيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه قد وفقنا بتقديمها
وما تفضل به سماحة الشيخ من شرح وفير لمن اتصل. ونشكركم أيضا مشاهدينا على المتابعة. انتظرونا غدا في 5 مساء على شاشتكم قناة سامراء الفضائية. تقبلوا تحياتي والإخوة خلف الكواليس من الإخراج والتصوير والهندسة الصوتية. تحياتنا جميعا لكم مشاهدينا، نتمنى لكم إفطارا شهيا وصياما مقبولا.